وأخيرا التقى الأحباب يا شيخ العرب. دنيا وآخرة يا صالح بيه، دنيا وآخرة. الظاهر إن هي دي النهاية يا شيخ همام. النهاية ولا حاجة، بقى تجريدة على رأسها حسين بيه كشكش. وتقول لي إن مش هي دي النهاية؟ تعرف إيه عن حسين بيه دي؟ عاقل ودهية مليح. مليح؟ مليح إزاي بس؟ ينقلب السحر على الساحر يا بيه. يعني إيه؟ نشوف الأول الراجل عدو ولا حبيب. الكلام ده مش في الحروب يا شيخ همام، ده واحد جاي طمعان في الملك، يعني يا قاتل يا مقتول. هيبتدوا بي أنا في الأول وبعدين يتدوروا عليك. وأنا ما أستنهمش يتدوروا علي، أنا قابل الموت قبل ما يقابلني. قابل الموت؟ إزاي يعني؟ أقول لكم إيه، أنا ما أحبش الحديث البارد واللت والعجن. النفر يوقف يقول اللي عنده ويخلص. أنا خلقي ضيق وراسي عمران. إيش معنى شيخ العرب همام؟ ما كان عايسمعنا على راحتنا. اربط يا بولس في متوت بقر لحد آخر المجلس، وأول ما ينعر هات أسمع شكوته. إيه؟ تربطني ليه؟ ما ينفعش كده يا شيخ عيسى، الناس لو زعلت هتشتكيك انت للشيخ همام. خلاص يا ابن المركوب، مفيش ربط. حكي يا اخويا للصبح، فاضيين لحرج ابوك. حكي، سامعينك. خير يا زرزور؟ خمسة وراك يا شيخ العرب، ما يناموش عشان يراقبوا حركتك زين، ويعرف تطلع ميتة وتخش ميتة. هم من دلوك عرف كل حاجة. توهتهم كده ما قدرت. أقول لك إيه؟ نعم يا شيخ العرب. عاوزهم يراقبوني زين. يراقبوك زين؟ كيف؟ عاوز حد زي شيخ العرب همام بالظبط، كدي كدي بتخدي بهيئتي بعصايتي بكله. هو يخش أنا أطلع، أنا أطلع هو يخش. حاضر يا شيخ العرب. وأنت اسمعين، تبقى معاه خطوة بخطوة عشان محدش يشك، وانت هتراقبهم وهم بيراقبوه، وهيبقى وراهم سعد ولد مزير. وانت يا شيخ العرب؟ انا اصرف روحي، ما تخافش. صالح بيك مكانك في مكانه، وهمام مع ابن عمه اسماعيل على راس هورة. هو وابن عمه علي بيك يعرفهم اكتر. صالح وهمام يبقوا شيء واحد. متهيألي لو قدرنا نقضي على صالح وهمام واسماعيل في ليلة واحدة، يبقى مفيش داعي للحرب يا بكوان، ويبقى دار ما دخلك شر، وادخل جرجة من غير قتال، ويبقى همام وفر علينا المشوار. يعني انصاب ولا مات؟ محدش يعرف يا بيك، هوارة اتلمت حواليه والدنيا مقلوبة هناك. جميل جميل. مولاي. ها؟ شيخ العرب همام طلب الإذن بالدخول. نعم، يدخل فين؟ دخول الخيمة يا مولاي. مين اللي يدخل الخيمة؟ يا مرحبا يا مرحبا يا حسين بيه. شيخ العرب همام؟ لا، عفريته أصلنا مخاوين يا بيه، قعدتنا في الصعيد خلت جلدنا تخين،
ما يفوتش فيه بارود ولا يعدي فيه سكين. مرحبا بيك في الصعيد يا بيه. مرحب بيك يا شيخ العرب. مش عارف مين اللي مفروض يرحب بمين، شيخ عرب الصعيد بحاكم الصعيد ولا العكس؟ يا ابوي احنا مرحبين على طول، انتم اللي خلقكم ضيق على طول، عشان كده قلت اجي عشان نتفاهموا سوا. اسمع يا شيخ العرب، اذا كان ضعف صالح بيك نساكم من هم المماليك يبقى غلطان. ايوه صح، من هم المماليك؟ سؤال عياجي على بالي على طول ولحد دلوقتي ما لقيت له الجواب. اسياد البلد. واذا كان صالح الضعيف وصلكم لده، ففي حاكم جديد على الصعيد، مملوك اسمه حسين بيك كشكش. كشكش؟ كيف يعني كشكش ويحكم الصعيد؟ الناس عندنا ما تفهمش كده. اقول لك يا بيه، خليه حسين بيه وبس، يعني تبقى مبلوعه شويه. واضح ان الفتره اللي فاتت حصل فيها خلط بين الحكام والرعيه، هبت الدوله تهزت. احنا الحكام يا شيخ وانتوا الرعيه، ليكم حق الرعايه وعليكم لينا حق الطاعه. مليح مليح كشكش بيه، اللي شيعك قال لك عنا كلام عفش قوي. انا جاي ارد هبت القلعه لناس نسيت وزنها الحقيقي. هذا الوزن ده عاوز ميزان، واحنا نعرف نوزن الرجال زين. المهم انت معاك ميزان ولا لا؟ انت جاي تسالني ولا جاي تقدم الولاء؟ لا كده ولا كده يا بيه، انا جاي افهمك. تفهمني؟ ايوه، محدش كبير على الفهم والعلام يا بيه. بص كشكش بيه، اللي شيعك غشك. صالح بيه دي راجل محترم، ماهوش دلدول، وحاكم قوي عشان عايش وسط ناس اقوياء، واحنا معاه طول عمرنا بالرضا والحب. ويكفي ان عمره كله عاش وسطينا بسلام لحد غدر بيه، ولا سمه ولا خنقه زي ما بتعملوا في بعض، لا مؤاخذة يعني. واللي شيع جنابك برضو عاوزها فتنة، قال لك صالح بيه يخبط في كشكش بيه عشان يخلاله الجو، يعني جيتك دي خازوق ليك مش لينا. يا شيخ انت خايف على حليفك، على الميغة اللي انت فيها، على سلطانك هنا. ما انا هنا كده كده، ولا حد يقدر يمد يده على شيء يخصني. انا جاي انصحك بس، ما تنساش انك في خيمتي، وخيمتك منصوبة على أرضي، وصاحب الأرض مدد لك يده. تمد يدك للمخلص ولا للخاين؟ عهد وتهديد ما يجوش مع بعض، غير مقبول يا شيخ. عهد يا بيه اللي يعرف قيمة العهد. صالح بيه عادك في شيء؟ صالح بيك مارق مطلوب. وعلي بيه انت أكتر واحد تعرف انه غير مأمون الجانب. شيخ بلد مصر ولو علينا الطاعة. انت حر، انا جيت لك بعد ما خدت كلمة من صالح بيه المملوك الراجل انه يمد لك يده ويقف وراك لحد ما يوصلك بحري مطرح علي بيه، ويدنا في يده. وايه اللي يضمن لي كلام بأمارة؟ وايه الأمارة يا شيخ؟